مساهمة اخوان، لقينا اموال تطلع للصومال، اموال بالمليارات تطلع مدري وين لليمن، مليارات تطلع الحماس، مليارات اوقفناها، قلنا هذا الشعب احق بيها من غيره، عندنا ملايين اللي المساكين تدور قواطب الزبل واكثر من 220 مليار مساهماتنا. هنا يقول مو من حقكم توقفون هاي المساهمات، من حق منو لعد؟ 220 مليار لمن؟ اليمن لغيرها، لهاي العالم المتجاوزين، هاي العالم الفقراء. من تجي تقارنها بهذا الموضوع ما جاي يستغرب حقيقه، لمن احنا نعطي للحماس فلسطين مثلا؟ او لمن كذا؟ العراق اليوم امس الحاجه هو يعطى، احنا حاطين طاستنا نجدي، نجي اليوم نعاكس هذا الموضوع؟ هذه مشكله.